مرحبا. مرحبتين. مرحبا. بسألك سؤال. سؤال. منطلعك على الجديد. إيه نعم. اختار شيء سياسي معين. إيه سياسي واحد يعني. واتمنى له شيء على 2016. سياسي بهالبلد آسف. ما بتمنى لحدا شيء لأنه كل ما بيحبوه نحن ما بنحبه. ميشيل عون، سمير جعجع. ما بتعرف ولا واحد منهم؟ لا ما بتعرف شيء والله. كنت بدي احكي عن عون بس ما فيها نحكي عنه، صرت بالاو تي في. بختار لنبه بري. اكيد القائد سمير جعجع. شو بتتمنى له؟ كل خير بس ما يجي على الكرسي لان بدنا نخسره. اخترت وئام وهاب وبتمنى له بالسنه الجايه انه يعملوا له توك شو له لحاله، يعني لحتى اعرف انه والله مثلا هو كل نهار جمعه بيطلع على الاخبار بعد الاخبار مثلا، لحتى اعرف طف التلفزيون ما اتفاجئ فيه، بضل كل الوقت بنط من برنامج لبرنامج. شيء سياسي معين. ايه كله الزبيلي. لا لا قبل. عفوا من له شيء منيح ولا شيء عاطل؟ والله بدها دراسه هيدي واسعه. بتمنى للكل. لا نقي حدا معين. ما بيصير للكل يعني؟ في سمير جعجع وليد جنبلاط. شو بدك فيه هول؟ ولي يعني نقي واحد وحده ونتمنى له شيء؟ لا حرام، خلينا نتمنى للكل. وئام وهاب، نبيه بري. وشو قول له؟ يعني أتمنى أنه نرتاح من هون. آه. الله يسر عليهم ويفلوا من هالبلد، يسر عليهم بأي طريقة إن كان الناس ترتاح من هون. سيد حسن. إيه سيد حسن على راسي من فوق. الشيخ نديم جميل. نتمنى له التوفيق. وللرئيس شو اسمه شفيق حرير. والله أنا بنظري بطرس حرب هيدا اللي بتمنى له التوفيق. أتمنى للرئيس بري يطولنا بعمره. السيد حسن نصر الله. رئيسكم مين؟ ما بعرف اسمه. نحن ما عندنا رئيس. اوكي، اذا ما عندكم رئيس لمين بدي اقول لك ايه؟ انتم من اي تلفزيون؟